لذلك حديثنا يتركز الآن على الكمأة أو الكمأة. والكمأة أحيانا تسمى في مصر بالفجع، وفي الجزيرة العربية أيضا تسمى بالفجع، أو أحيانا يسموها بالترفاس. والكمأة من النباتات الفطرية ذات القيمة الغذائية العالية، وطعمها ممتاز، يعني إذا قليت بالزيت بيبقى طعمها زي الكبدة، وبتحتوي على حوالي 9% من البروتين و 13% من المواد الكربوهيدراتية و 1% من المواد الدهنية، علاوة على أنها تحتوي على الأحماض الأمينية المنفردة أو الموجودة في صورة بروتينات صغيرة بيسموها بيبتيدات معدنية، وأهمها بيبتيدات الزنك. وبيبتيدات الزنك ذات فائدة كبيرة للجسم، وخاصة أنها بتستخدم في مساعدة مرضى السكر وتضخم البروستاتا. هذا بالإضافة إلى أن الكمأة غنية بعناصر الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، فضلا عن أنها تحتوي على الفيتامينات B1 وB12. وهذا النوع من النباتات الفطرية ينمو فطريا، يعني ينمو متطفلا بعد سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرعد، ولذلك هي بتكثر عندنا في السلوم، وبتكثر أحيانا في الجزيرة العربية. وليه بتظهر بعد الأمطار الرعدية؟ نظرا لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من الأزوت، والرعد بيسبب اتحاد الأزوت الجوي ويكون أحماض أزوتية، والأحماض الأزوتية تحملها الأمطار، وهي بتحتاج إلى هذه المواد الأزوتية عشان تنمو، عشان تعمل البروتين اللي موجود فيها، ويتنمو فطريا. ولذلك سميت الكمأة. الكمأة يعني كأنها تتعلق أو تكمأ فوق أوراق الشجر فطريا. وكثير جدا من الناس حيسأل الكمأة دي جات إزاي؟ الكمأة دي نوع من أنواع هذه الفطريات التي أنزلها الله على بني إسرائيل، أنزل عليهم المن والسلوى. المن برضو نوع من أنواع النباتات الفطرية ذات الطعم الجميل والمغذيات العالية، ودي ربنا أنزلها على بني إسرائيل. ولذلك شوفوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتفق الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين عن التابعي عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن. وهنا يعني أنا قرأت الحديث ده وقعدت كده أقول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من علماء التقسيم في النباتات؟ لأن هنا الكمأة من المن يعني الصنف من النوع، زي ما احنا بنقول، يعني زي ما تقول ايه، البرتقال من الموالح، اليوسفي من الموالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأمور اللي بيتبعوها علماء التقسيم بتاع النباتات دلوقتي. أي واحد بتاع تقسيم نباتات دلوقتي تيجي تسأله يمسك الحديث ده ويقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الصنف من النوع، ولذلك يدلون على هذا. وبعدين ايه، وماؤها شفاء للعين. وهنا بقى اطلاق ماؤها شفاء للعين. ولذلك ذكر السيوطي في جامعه: عليكم بماء الكمأة الرطبة فإنها شفاء للعين. وقال الترمذي: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. والكمأة كثير جدا من الناس يعني لما يجوا يسألوا الكمأة أو الفجع من أهل المدن أو الترفاس، هو نوع من أنواع الثمار
اللي بينمو بريا بعد السماء ما تمطر ويكون فيه رعد، وبيلقوا كده تيجي بعد المطر الرعدي تجد ان على الاوراق اللي هي موجودة في الارض كده تجد نوع من انواع زي البطاطس كده، ولها جذور متطفلة على الاوراق اللي موجودة في الارض، اوراق النباتات اللي موجودة في الارض، فالناس يلموها، ودي نوع من انواع المن اللي ربنا انزله على بني اسرائيل. الحقيقة القيمة الغذائية للكمأة كما قلنا انها بتحتوي على البروتين العالي وعلى الاملاح المعدنية وعلى الكربوهيدرات وعلى الفيتامينات وما الى ذلك، لكن يظل الاعجاز في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه ماؤها شفاء للعين. اولا احنا قلنا الحديث اوله اعجاز، لان نبي امي يتكلم في علوم التقسيم بتاع النباتات. الشطر الثاني من الحديث وماؤها شفاء للعين، وكلمة شفاء للعين في إطلاق للأمور. وهنا ابتدى الحقيقة العلماء من وقت الخلفاء الراشدين للآن يبحثوا في هذا الأمر، فهل المراد بماء الكمأة هي الرطوبة التي تخرج من بين خلاياها عندما تقطع أو عندما تشق أو عندما تقطع إلى قطع صغيرة، أم هو السائل الناتج من عصر الكمأة أو الماء الناتج بعد سلقها أو تعريضها للحرارة؟ الحقيقة نص الحديث الشريف السابق يحتمل كل ما سبق، نقول وماؤها شفاء للعين. هو ورد حديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رمدت جارية لي، رمدت يعني أصيبت بالرمد، فجئت بخمسة أكمؤة، يعني خمس ثمار من الكمأة، وعصرتها وأطرت في عينها، فلم يأتي عليها الليل إلا وكانت قد شفيت من الرمد في عينيها. الحقيقة ماء الكمأة لو احنا عصرناها فبتحتوي على كميات من البروتين من الممكن تعمل شيء من الحساسية في العين، ولذلك دي حالة خاصة من الحالات اللي ذكرها سيدنا أبي هريرة، ويبدو أن هذا ممكن أن ينفع في حالة الرمد. لكن إذا كان الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بشفاء العيون من الرمد، فدلوقتي فيه مضادات حيوية بتوضع خارجيا كقطرة على العين وبتشفي من الرمد، والواقع أن هذا الحديث يشمل أكثر من ذلك. ولذلك وجد أن الماء اللي بينتج من الكمأة هي الماء اللي هو نتيجة تقطيعها قطع صغيرة، فبتنزل من الثمرة الواحدة اللي قد ثمار البطاطس أو درنات البطاطس الصغيرة أو درنات البطاطس المتوسطة، لما تقطع قطع صغيرة يمكن بينزل منها حوالي 4-5 نقط كده إلى 10 نقط، يعني تمثل نص سنتي من الماء، هو ده اللي بيقصد به ماء الكمأة. ووجد أيضا أنه لما يقطعوها قطع صغيرة ويضيفوا عليها مية، يعني يضيفوا عليها 2 سنتي مية ويسخنوا المية دي إلى درجة 37 إلى درجة 40 درجة مئوية، الماء الناتج من عملية التسخين دي يمكن أن يسمى ماء الكمأة. لما جرب على الرمد، لأن الرمد عبارة عن تلوث بكتيري، سواء كان هذا الرمد حتى رمد صديدي أو ما إلى ذلك، فإن ماء الكمأة وجد أنه يحتوي على مضاد حيوي قوي المفعول، وخاصة أنا ذكرت في أول حديثي أنها تحتوي على بروتينات صغيرة معدنية من نوع بيبتيدات الزنك، ومعروف أن بيبتيدات الزنك في العالم كله أقوى مضادات حيوية طبيعية، لأنها التركيب بتاع البروتين تركيب معين، ولذلك لا تستطيع الميكروبات أن تقاومها، يعني حتى الميكروبات ما تستطيعش أنها تكتسب مقاومة لهذا النوع من المضادات الحيوية. فماؤها شفاء للعين من هذه الناحية،
مثبت علميا وعمليا، ويمكن الألمان لهم بحوث في هذا، وقالوا أن المضاد الحيوي اللي ناتج من هذه الكمأة أو الفجع يعتبر أقوى المضادات الحيوية المقاومة للميكروبات، وخاصة الميكروبات اللي هي تأقلمت على المضادات الحيوية المصنعة، وفعلا بتقاوم الميكروبات السالبة لجرام والموجبة لجرام، يعني كأنه مضاد حيوي واسع المفعول. لكن نحن لنا في الحديث اللي هو أوتي فيه رسول الله جوامع الكلم وماءها شفاء للعين، لنا فيه إيه؟ حديث آخر. وجد أن هناك مرض، وأول الأمراض اللي موجودة في العالم واللي بيسموه من أخطر الأمراض المسببة للعمى، وهو ما يسمى الجلوكوما أو زيادة ضغط العين، والترجمة العربية للجلوكوما بيسموها أم الغلوق. أم الغلوق يعني بتغلق العين تماما، الضغط يزداد، والضغط لما يزداد يقعد البصر يضعف 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 لحد ما يضمر العصب البصري وتضيع القدرة على الرؤية. وبيسموه أن هذا المرض يمثل سبعة، يعني بالنسبة لمسببات العمى بيسموه أكبر مسببات العمى في العالم. طيب هل له علاج في الطب الحديث؟ الطب الحديث الشركات بتاعت الأطرة اللي في العالم، وخاصة شركة الأرجان الأمريكية، طلعت له عدد من القطرة للعين عشان تلطف أو تقلل من ضغط العين، والإنسان بيعيش مع هذه القطرة طول عمره، وفي الوقت نفسه ياخد أدوية عن طريق الفم لتقليل ضغط العين. طب هل هذه الأدوية تمنع المضاعفات؟ لا، تقلل من معدل المضاعفات، إنما لا تمنع المضاعفات. ولذلك المرض الأعمل يسرق، بس الدواء ده بيعمل إيه؟ بيخلي بدل الإنسان ما يصل إلى في سنة أو اتنين أو عدة سنوات إلى العمى، من الممكن العملية تطول شوية إلى الضعف أو الضعفين، بدل ما يصل فيه مثلا 5 سنوات يوصل بعد 10 سنوات أو 15 سنة. إنما الجلوكوما إحدى مسببات العمى، ودي اللي بيسموها الماء الأزرق أو المياه الزرقاء في العين. الحقيقة الأمر هنا لما وجد الحديث على إطلاقه بجوامع الكلم التي أوتيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وماءها شفاء للعين، لذلك ابتدى الأمر هنا يثور إلى الأذهان، لماذا لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمات هنا على إطلاقها، وخاصة أن النكرة في اللغة العربية تعني الشمول، وماءها شفاء للعين. ولذلك هنا بقى ابتدوا يشوفوا الأمر هنا، وابتدوا يجربوها ماء الكمأة. الكلام ده من فترة وجيزة، يعني لم تتعدى يمكن 2 أو 3 سنين، وعلى الأخص يمكن 2.5 سنين إلى 3 سنوات ابتدى تجريبه ماء الكمأة. المشكل في الطب الحديث أنه دائما عندما يصل إلى علاج لشيء معين ويصل إليه من الأشياء الطبيعية، فيحاول يتعرف على المادة الفعالة ويحاول يصنعها، لأن مش ممكن هنقعد مثلا نعمل ملايين إزازة قطرة أو مليون إزازة قطرة ونعملها من الكمأة، نجيب الكمأة ونجيب عصيرها، لا، فنجيب الماء بتاعها، فبالتالي هتبقى العملية مكلفة جدا، والطبيعة أحيانا مش هتقدر تديني الكميات اللي أنا عايزها كدواء. ولذلك شركات الأدوية بتعتمد على التحليل المواد كيميائيا والتعرف على المواد الفعالة وتصنيعها. ألمانيا قالت أن الكمأة بتحتوي على 3 مواد فعالة مسؤولة عن شفاء ضغط العين. أنا بقول شفاء وليس معايشة، وليس تقليلا من المعدلات التي تحدث في التدهور في العين، لأن كل الأدوية المتاحة في عصرنا الحالي رغم التقنيات العلمية العالية
كل هذه الأدوية المتاحة تقلل من التدهور في العين، لكنها ليست شفاء. وده اللي خلانا قلنا إن الأدوية الكيماوية المصنعة شفت عرض ولم تشفي مرض. فتأتي البحوث الألمانية وبتقول إن ماء الكماء فيه ثلاث مواد، الثلاث مواد دول عاملين تأثير تعاوني بعضهم البعض، وهم اللي بيسببوا الشفاء للعين ولا يمكن محاكاتهم صناعيا، ولذلك لابد أن يؤخذوا طبيعيا. ولما بيؤخذوا طبيعيا والإنسان بيستخدمهم، وقيل إن استخدامهم حسب الحالات، يعني قد يكون ضغط العين، هو المفروض ضغط العين ما يزيدش عن 12، قد يكون 22، قد يكون أكثر من هذا، فكل حالة بيقرر لها الجرعة اللازمة. لكن وجد على الإطلاق إن استخدام ماء الكمأة مهما كانت حالات المياه الزرقاء أو الجلوكوما أو زيادة ضغط العين أو اللي بيسموها أم الغلوق، لها شفاء كامل فيما ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ذكر الإمام أحمد بن حنبل فروى لنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وما هو شفاء للعين. ولما سمع الخليفة المتوكل هذا الحديث أمر بإحضار يوحنا ابن ماسوية، وكان طبيبا من أهل الكتاب، عرف بمهارته في مجال الطب. فقال له المتوكل: كيف يستخرج ماء الكمأة؟ لأن احنا قلنا ماء الكمأة اختلفوا فيه لحد ما خدوه عن طريق التقطيع أو عن طريق وضع ماء على درجة 37 إلى درجة 40 درجة مئوية. فقال يوحنا ابن ماسوية: أنا أستخرجه لك. فأخذ الكمأة وقشرها ثم سلقها، يعني حطها على المية، وحط المية على درجة حرارة معينة لم تبلغ درجة الحرارة العالية، ثم شقها وأخرج ماءها بالمرود بالميل، الكلمة الميل اللي هو المرود اللي بنحطه فيه المرهم ونحطه في العين. فأكحل به عين المتوكل بهذا المرود، يعني كأنه خد المية بتاعت الكمأة وحطها على عين الخليفة المتوكل، فبرأت في المرة الثانية، يعني حط مرة ثم كرر مرة ثانية فبرأت في الدفعة الثانية. ولما أبلغ يوحنا وهو الطبيب الكتابي بنص الحديث النبوي السابق اللي هو أورده الإمام أحمد وفيما أوردناه في الصحيحين البخاري ومسلم إن الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الحقيقة أعجب يوحنا ابن ماسوية ده بهذا الحديث، وقال: أشهد أن صاحبكم كان حكيما، ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الحديث برضو كده ما زال يقصد به الأمر على الإطلاق. فالحقيقة اقترحنا إن هل ده ينفع مثلا في إدماء الشبكية؟ يعني كثير جدا من الناس بيصابوا بارتفاع نسبة السكر، وده بيؤدي إلا أن الشبكية تدمى، اللي بيعالجوها دلوقتي بالليزر. الحقيقة الحديث يشمل كل هذا على ما أعتقد، ولذلك لزم أو يلزم التجريب على كل هذه الأمور. والحقيقة الداخل هنا أي باحث هيدخل عشان يجرب لابد وأنه سوف يصل إلى نتيجة إيجابية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الحقيقة الكمأة لابد أن احنا نتكلم عن أنواعها. الكمأة في منها أنواع، منها ما هو أبيض، يعني لما تفتح تشيل القشرة اللي بره زي البطاطس كده تلقى القلب بتاعها لونه أبيض، ومنها ما هو أحمر، ومنها ما هو أصفر. والكمأة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الكمأة البيضاء، وهي التي تنمو في الجزيرة العربية، وهي كمأة لذيذة الطعم وليست حريفة، يعني ما فيهاش أي شيء من الحرافة. الحقيقة الأمر هنا
في حكاية المياه الأبيض إن ألمانيا قالت إن إحنا أخذنا من التراث العربي، يعني هم بيشيلوا إن الكلام ده من التراث الإسلامي ويقولوا إحنا أخذنا من التراث العربي لأسباب يعني لهم ما يقولون. أخذوا حاجتين، أخذوا ماء الكمأة وبيقولوا إنه مضاد حيوي واسع المدى لا تستطيع الميكروبات إنها تقاومه، ولذلك دائما لما بيحدث أي إصابة ميكروبية في العين وبيحطوا عليها مثلا كلورامفينيكول أو أي مضاد حيوي ويجدوا أن هناك ليست استجابة بيجيبوا ماء الكمأة الطبيعي، لأن المستحضر منها لابد أن يكون طبيعي، وهم اللي قالوا ما ينفعش أنها تصنع لأنها ثلاث مواد متداخلة مع بعضها وبينها تأثير تعاوني. لذلك حديثنا يتركز الآن على الكمأة أو الكمأة، والكمأة أحيانا تسمى في مصر بالفجع، وفي الجزيرة العربية أيضا تسمى بالفجع، أو أحيانا يسموها بالترفاس، والكمأة من النباتات الفطرية.